السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم اللي هي قناة عالمك سيداتي. إذا كنتي أول مرة كتكتشفي القناة ديالي، ما عليك إلا تكليك على زر الاشتراك أو سابوني مع تفعيل الجرس باش يوصلك أي جديد. ديروا جيم طبيعة الحال لي كومونتير، تبقوا محلولين كتعبروا على الرأي ديالكم، ومرحبا وألف ألف مرحبا. اليوم بغيت نشارك معكم كيفية تحضير تريد أو رفي أولا عجينة الرفيسة، المسمن ديال الرفيسه. كان كيف ما حضرت سابقا الرفيسه وقلت لكم غادي نشارك معكم الطريقه ديال العجينه. اليوم بغيت نشاركها معكم ان شاء الله. الطريقه جيت بسيطه، الا كنتي عندك من العشاق اللي كيبغيو المسمن في الدار، او لا كتبغي توجدي الرفيسه على تيساع، او لا انت تبغي تخدمي الناس، هاد الطريقه البنات سهله مهله، كتوجدي بها عدد كبير وكتحمر لك وجهك، كيبقى المسمن خفيف ما كيقلمش ما والو. كديري تقريبا على حسب، انا غادي ندير بالزيت، انا عندي الناس هنا درت تقريبا 4 جبابن ديال الطحين، ونصف نصف الكميه ديالو هو 2 جبابن ديال الفينو. نتوما عندكم الاختيار، قد اللي درتو فورس نصو ديروه فينو. غادي نرافقوه غير بشويه مليحه، شويه الملحه، ما كندير لا خميره لا والو البنات، غير شويه الملحه. هانتوما معايا، انا غادي ندير الملحه شويه، كنبغي نقص من الملح على قبل الوالده ديالي. دابا غادي نديرو الماء دافي باش نعجنو الرفيسه. وهانتوما معايا البنات، اول حاجه كنحركو وكنخلطو البنات، سمحوا لي، كنخلطو طحين فينو مع الفورز او الدقيق الابيض باش يتجانسوا معانا. كنبقاو غاديين هكا، كنديرو واحد الدوار هنا الوسط، كنضيفو الماء، كنزيدو عاوتاني الماء، المهم الكمية اللي غادي تعجن ليك. انا مع دايره غيد وحده كندير بيها، كنجمعو الوسط، كنبقاو غاديين بيه، كنجمعو نبقاو نجمعو هكا. غنضيف الماء ونجمع شويه ونشارك معكم. ها نتوما البنات بقاو معايا حتى لاخر لا فيديو. بطبيعه الحال الى عجبك لا فيديو خلي لي واحد التعليق باش يحفزني نعطي اكثر واكثر. وإلا عجبك هاد لا فيديو بطبيعة الحال ديري ليا جيم وبارطاجي مع الأصدقاء ديالك باش تعمل فائدة، باش تعرفوا أن هاد العجينة دائما محمرة ليا وجهي في جميع الرفيسة اللي كنصاوب الناس. دائما هاد العجينة ما عمرها ما كحلت لي وجهي مع الناس، ديما فرحاني والناس اللي دقة كتعجبو. الطريقه البنات راه جيت سهله، غير تبعوا لا فيديو حتى الاخر وغادي تعرفوا الطريقه. ومرحبا بالناس الجداد اللي دخلوا عندي القناه ديالي، كنقول لكم شكرا على التواصل ديالكم، وشكرا على المجهودات اللي كديروا، كتدخلوا كتبقاو تشوفوا لي لي فيديو ديالي. كنشكركم بزاف بزاف، لان بكم قناتي ما غتكبرش، نتوما هما الاولين بعد الله سبحانه وتعالى، نتوما هما الاولين اللي تدعموني. الله يخلف عليكم والله يكثر عليكم، انكم ديما محمرين ليا وجهي وديما زعمتوني من دابا، وحنا القناه ديالي غادي تكبر ان شاء الله. ان شاء الله بكم وبالله سبحانه وتعالى، كنشكركم بزاف بزاف. تسناوني ما بين جمع العجينه وانا معكم. ها انتم البنات بعد ما جمعتها غنبقى ندلك فيها هكا حتى كترخى هكا. كتبقاو ديو تجيبو فار معروف البنات كيفاش كتعجنوها ما بين دلكها مزيانه البنات،
مشاركه معكم ونكبروها ان شاء الله مجموعين، وانتم معايا في القناه ديالي. مرحبا بكم معايا من دابا ما بين ندلكها مزيان. انتم معايا البنات، بعد ما دلكتها البنات ندلكتها مزيان. ها انتم البنات، دابا غادي نكورها، غنخليها ترتاح شويه ما بين غسيل يديا ونكورها ونشاركها معكم البنات. وها انتم معايا البنات، شوفوا القياس اللي كندير. ها انتم قداش القياس غير باش تعرفوا. ها انتم البنات القياس، هذا هو اللي كنديرو في التريد اولا عجينه رفيسه. شوفوا البنات العجينه كي تتكون، نبقاو حتى غنكملوا هذه الكميه ونرجع لكم باش نبدا ندير في نسمد في التريد. ها انتم معايا، بعد ما كورناهم خليناهم يرتاحوا. انا راه بديت نطيب البنات، كنبقاو هكا كنديروا شويه زيت في يدينا وكنورقوهم فاش كيجي علينا التريد ديالنا مورق مزيان. انا كنبغي رقيق، جناب البنات خاصهم يكونوا كلهم، ماشي مشكل الا دارت لك ماشي مشكل، اهم حاجه هي تكون الورقه رقيقه. دابا ما بقى لي الا نهزها نديرو شويه الزيت. البنات ما كنبغيش ندير فيها الزيت بزاف لانه كنبغيش تكون عندي ميدمه، كنبغي الرفيسه ديالتي تكون مدايه. ها انتوما كنحطوها وكنبقاو نجبدو فيها، كنحطوها هكا وكنقلبو وكنعاودو الثانيه. نفس الطريقه حنا كنبداو نورقو، كنبقاو غاديين ونديرو الزيت في يدينا وكنبقاو نديرو الجبو فيه الشناب. كتبقاو تورقو البنات حسيبا ليكم الرخام او اي طبله كتورقو عليها. دابا ما بقى لي الا نهزها ونحطها. واش كتحطيها وانتيا كتجبدي فيها على المسمنه المواليه، كتهزيها عاوتاني وكتقلبيها هكا، كديري عاوتاني بنفس الطريقه البنات، نفس الطريقه نفس الطريقه نفس الطريقه. حاولوا انكم ما تزيتوش البنات، الوسط باقي شوية غليظ. دابا غنهزها كنحطها نشبطها وكنقلبها عاوتاني فاش كطيب هذه كتحاولي تحيديها تخليها تبرد في شي قنت باش كتعاودي تكملي ديري وحده فوق وحده حتى كتكملي المسمن كامل. دابا بما انني ما بقاش ليا بزاف غادي نكمل المسمن ديالي ونشارك معكم التفرك. انا البنات كنفركو بيديا ما كنديرش المقص بصبيعاتي، يعني التفرك بلدي. وها انتم معايا، شوفوا البنات بعد ما ساليت ها انتم كيفاش كنفرك التفرك، تيكون ما هو كبير ما هو صغير. كنبقاو غاديين هكا حتى كتكملوا الرفيسه ديالكم. مقدرش نكحو هكا كنبقاو
كنديروه حتى كنكملو الرفيسه ديالتنا. كتخليها فشي بلاصه كبدا كنت فاش تكوني كتورقي كتبداي تحليها وحده مورا وحده. دابا حنا راه خدامين في هانتوما البنات، ما ديروهاش كبيره دابا. ما بقى لي الا غادي نشارك فاش غادي نسالي، غادي نشارك معكم فاش غادي نبدا نفورها، وغادي تكون هذيك هي نهايه لا فيديو. يعني من قبل درت معكم لاصوص ديالها، يعني الدجاج مع عام صوبته وكيفاش سقيتها. دابا بقات لي غير العجينه، وهاني شاركت معكم العجينه. دابا بقى لي ان شاء الله باش غادي نكون تنفور فيها نشاركها معكم، وغن اي حاجه غنختمها معكم في هذيك الساعه. من هنا ما بين سالي هانتوما معايا، ولا كنتي اول مره كتكتشفي القناه ديالي دعميني بواحد جيم حط تعليق باش يحفزني نعطي اكثر واكثر. بعد ما فركتها دابا غادي نفورها في الكسكاس، وهنا غادي نشارك معكم كيفاش كنفورها. وهانتوما معايا البنات، انا بديت كنفور البنات، بغيت غنشارك معكم التوفار ديالي. دابا غادي نسد على هكا باش دغيا تفور ليا. فاش غادي نحيدها من التفار غادي نشارك معكم كيفاش كنحلها، وانتم معايا البنات. دابا ما بقى لي، سمحوا لي البنات على هاد الاصوات، هاي شوفوا البنات الدخان ديالها نجر لها الجناب ديالها سخون. واو واو نجر لاص الجناب ديالها اللي باقي ما وصلاتهمش. دابا ما بقى لي الا نحطها، نحيدها من الكسكاس ونحطها في القصعه اللي غادي نحلها، نخليها تبرد باش نسقيها كيف ما العاده. ها انتما معايا غادي نحيدها ونشارك معكم كيفاش كنحلها بيديا. دابا البنات ها هو فار، دابا غادي نحطو على هذا اللي يا بسم الله. واك 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 واك. شوفوا هنا هنا غادي نحل هادشي البنات، خاصو يتحل ما بين يهيف شويه ونرجع لكم البنات. ها انتم البنات خاصكم تحلوها ورقه ورقه، شفتوا تخليوهاش ندير مجموعه تكون هكا. دابا فاش كتفوق كتولي هكا، كنحلوها باش كتعطينا اش كنبغيو ناكلو، كتعطينا واحد المنظر. دابا وصلنا لنهايه لا فيديو ديالنا. شاركت معكم العجينه ديال بوشيار كيف ما كيقولوا لها بعض المناطق، او العجينه ديال الترفيسه او التريد. هذا هو المعاني اللي كنقولوا على العجينه ديال الترفيسه. من هنا الى فيديو اخر كنقول لكم كنبغيكم بزاف بزاف، خليت لكم الراحه. ما تنساونيش من واحد التعليق باش يحفزني نعطي اكثر واكثر. من هنا الى فيديو اخر كنقول لكم بالصحه والراحه، واللي كتوحم تسمح ليا. مع السلامه.